على قلوب اللبنانيين وايضا على البيروتيين واللي هي الاشرفيه. السنه الماضيه كان في كتاب سوري لكم حمراءكم ولي حمرائي، السنه راح يكون الموضوع هو موزايك، لانه موزايك هي بتشبه او منطقه الاشرفيه بتشبه الموزايك، وعم نلاحظ قديش صايره هيك صغيره مثل بازل ومثل موزايك موجوده فيها. اليوم راح نركز على هذا المشروع، كيف راح يتم التعاطي معه، مين راح يكون مخول لحتى يدخل بالمسابقه ومين ممكن يفوز بمسابقه الموزايك بنهار 10 ديسمبر او من بعد انتهاء الدخول بالمسابقه ب 10 ديسمبر. لحتى نحكي اكثر عن الموضوع اليوم معنا المدير التنفيذي لشركه سبريد ماينز محمد بدر، ومعنا ايضا لورين عطوي وهي منسقه مشروع موزايك فوتو كونتست. لورين ومحمد صباح الخير، واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. قدام اليوم كتاب لكم حمراءكم ولي حمرائي، شارع عزيز كثير على قلوب كل اللبنانيين وايضا البيروتيين اللي عايشوا الحقبه قبل وكانوا يتذكروا الحمراء قديش كانت حلوه وشهدوا كيف تغيرت وهلا الحمد لله كيف عم ترجع تنتعش. هلا المشروع صار السنه الماضيه بالحمراء، السنه انتقل الى الاشرفيه، كيف عم يصير التغيير يعني؟ عم نحاول نختار المناطق اللي كثير في عندها روح معينه ببيروت، حنبلش بيروت واكيد حنكبر برات بيروت، بس بلشنا بالشارع الحمراء لانه الشارع الحمراء شارع غني جدا والمنطقه الثانيه كمان كان لازم تكون منطقه هيك عندها هالتنوع وعندها الغنى لنقدر الواحد يقدر يخلق مشروع تصوير يكون يعطيه صوره حلوه ويعطيه القدره انه يكتشف فيها منطقه جديده، مشان هيك كان اخترنا منطقه الاشرفيه. طب هون اذا بنحكي شوي عن الفوتو كونتست، يعني بنعرف كثير ناس بيقولوا عندهم نظره لهذا الموضوع، في ناس بيقولوا انه يا ريت فينا نصورها نفرجيهم هالمنطقه كيف حلوه وقديش هالمنطقه عم بفوت فيها اشياء او صايره متداخله او صايره هالقد صغيره، شوارعها صغيره، بنايتها كثار، بنايتها حلوه، انما هون كيف بتلاقي انه ممكن اشخاص يقدروا يصوروها كل واحد من منظاره ويقدم الصور ضمن الكومبيتيشن؟ هلا انا في كذا حي بالاشرفيه كل واحد عنده كاركتيره بين طباريس وجميزه ومنو عنا الفسوح وغير مناطق، في عنا كذا تشويس للمواضيع اللي احنا نقول عالم. وهلا كمان موضوع مهم انه البنايات القدمه بالاشرفيه عم تتحطم تيطلع بنايات اكبر. صحيح للاسف. للاسف صح. فهلا الوقت كمان مهم انه المصورين يلقطوا الاشرفيه الروح التاريخي بركي فينا نقول وهن يركزوا على الموضوع بخصهم الاشرفيه، في كذا شغله. طب ممكن انتم يعني بس بالنسبه لموضوع الابنيه التراثيه او الابنيه القديمه الحلوه، يعني يمكن من خلال كمان صوركم او من خلال صور كثير حلوه يتم التقاطها، يعني يكون في صرخه اذا فينا نقول اكثر، انه يفرجون انه شوف هالبنايه شو حلوه، انه حرام تهدروها او تروحوها لتعمروا بنايه جديده، بنايه تجاريه جديده، مع احترامنا اكيد لكل الاشخاص اللي عم بيعمروا بنايات جديده، انما كيف ممكن تقدروا تساهموا يمكن وتحموها من خلال صوره؟ انا لانه العالم عم بيركزوا عليهم بالتصوير عم نفرجي عالم بركي هن ما بكون شايفينهم هالبيوت القدمه، بس طالما عم بيركزوا عليهم للتصوير عم بيفرجوا العالم، ومن قبل الكونتست والكتاب اللي بعدين حنطلعه من الكونتست حيصير في مثلا نوع من وعي زياده. نعم. لمنطقه الاشرفيه، يمكن منطقه الاشرفيه من المناطق خصوصا البيروتيه القليله اللي بعد فيها بنايات، بعد فيها هيك ابنيه قديمه جدا. صح. والبيوت فيها جماليه مش بس من الناحيه المعماريه، حتى من ناحيه الجنينات الموجوده، من ناحيه من ناحيه العالم والتاريخ اللي موجوده على اساسها. بقى يمكن هيدي المسابقه حتساعدنا نلفت النظر انه هيدا اذا عم نخسر هيدا الشيء عم نخسر تراثنا، عم نخسر حاضرنا، عم نخسر ماضينا، ويمكن حتكون افضل طريقه لنقدر نجمد هاللحظه اللي نحن فيها حتى بعدين نقدر نرجع نتذكرها في حال تغير الوجه كامل تبع منطقه الاشرفيه. هذيك السنه كانت الحمراء اكثر شارع، يعني صح. الشارع هو يعني اقل ما فيها هالقد البنايات اللي بنخاف عليهم مثل ما قلنا، انما فيها هالروح الكمان اللي موجوده في شارع الحمراء اللي فقدته بخلال ايام الحرب واللي كمان توجه الى اماكن اخرى بالسنوات الماضيه ورجع هلا عم تاخذ رهج وكمان رونق تبعه، ان كان على الشارع الرئيسي او ان كان حتى الشارع المقابل له او الموازي له جوات شوي الحمراء. بقى كمان هون كيف قدرتوا تشتغلوا وقتها على هالعمل وقتها؟ الحمراء عنده شخصيته المستقله اللي معروفه مرتبطه اكثر بالشارع الثقافي، بالشارع التجاري، الشارع التجاري بذات الوقت عنده ناحيه بالليل العالم بيعرفوها انه كان مسقفين يجوا يقعدوا بالقهاوي، كان في اسامي مثل
الوطكة مثل الويمبي اللي مطرح ما كنا نلاقي أكبر أسامي شعراء موجودين هنيك ورسامين كافيه دو باري، هدول كلهم راحوا للأسف. يمكن راحوا بس مثل ما قلتي هلا التغيير بلش يرجع يصير، يمكن عم يصير للأفضل، يعني عم تتحسن المنطقة، عم ترجع تاخذ رونقها وعم ترجع تجمع هيدا الناحية التجارية اللي هي كمحلات تجارية موجودة فيه، وبذات الوقت حيكون عندك القدرة صار تنزل تلاقي فيها هالحياة الليلية الحلوة وهالحياة الثقافية اللي بلشت ترجع تكبر كمان بالشارع الحمراء. مشان هيك بس تناولنا هيدا الموضوع، موضوع منطقة الحمراء بوقتها كان يمكن شارع صغير إذا بدنا نجي نقارنه بمنطقة الأشرفية هلا، بس بذات الوقت عنده شخصيته المستقلة. هلا الأشرفية يمكن عم تفتح لنا آفاق أكبر، لأنه الأشرفية التنوع اللي موجود فيها من ناحية البنايات القديمة، من ناحية الطبيعة، من ناحية التكوين الجيوغرافي تبعولها اللي مختلف جدا عن منطقة يعني بتخيل الأشرفية أكبر بشي 4-5 مرات من منطقة الحمراء. صحيح. بقى هذا يمكن حيكون أغنى للمشروع بكثير. دوران كيف ممكن واحد يشترك؟ يعني على أي أساس عم تقدروا تاخذوا المشتركين بهالمسابقة؟ اوكي، هلا هو الكونتست مفتوح لكل ليفلز الفوتوغرافرز، وحتى مش بس لبنان، ريجنال بين سوريا، الاردن، تركيا وحتى مصر. وفي عنا حسب الكاتيجوريز. هلا في الكاتيجوري العاديه اللي ستاربكس كريتيف فوتوغرافر اوورد، يعني حال حدا في قديم صوره وبتفوت بهالكاتيجوري. ما هيدي الصوره اذا صوره قديمه او اذا صوره حديثه، هي عم نحاول اذا صوره شخص ملتقطها مثلا من سنوات مثلا. هلا عم نحاول يكونوا على القليله ما يكون كثير قديمه، يعني ما فينا نجيب. في كثير ناس عندهم خصوصا بمنطقه الاشرفيه عندهم مجموعه صور قديمه جدا، يعني عن الاشرفيه كيف كانت قبل. لا عم نفضل نكون عم نحاول نوثق حاضر هلا الاشرفيه، يعني اكثر تقريبا نرجع 10 سنين ماكسيموم. اكثر ماكسيموم. نعم. وانا كمان جزء دوكيومنتري فوتوغرافي اللي بيركز مصور على موضوع خاص بالاشرفيه، وبيعطي 5 صور مينيموم تفرجي هالقصه، بركي بيركز على عائله، على منطقه بالاخص بالاشرفيه. واخر جزء هو بس ايمرجينج تالنت، يعني للمصورين الاصغر بالعمر يلي هلا عم ببلشوا يفوتوا بالتصوير، بيكون عمرهم بين 12 و18 سنه. هيك معطيهم مجد هنا كمان ينموا هالموهبه، وبكون عندهم اعتبار خاص بنوعيه صورهم اللي حيقدموها للكونتست. طب كيف ممكن يشاركوا؟ يعني بيفوتوا على الويب سايت؟ صح، الويب سايت في عنا دغري الابلكيشن بيعملوا له داونلود، وفي حيكون كمان الكونتست جايد لاين بوك اللي بقلبه فيه الابلكيشن. وين موجود؟ وين بيقدروا يلاقوه؟ بعنا عن سبونسرز بستاربكس، بكرابواي، بالاشرفيه، في يتصلوا فينا بالسانس كولتيرال فرونسي، او كمان في يقدروا يتصلوا فينا ونحن بنقدر نأمن لهم اياه. وهون عم نشوف الويب سايت اللي هي www.mosaic-ashrafieh.com. واشرفيه اي سي، لانه اوقات اي سي او اي اس اثنيناتهم موجودين، بس و اي اتش بالاخر او اي اتش بالاخر، لانه هذه الطريقه الفرنسويه للكتابه. ايه اشرفيه لحتى يتاكدوا منها، لانه في ناس بديعوا اوقات فيها كيف بيكتبوها. نعم. وفي اكيد رقم تليفون اذا بحبوا يتصلوا فينا. ايه اكيد 01-210-300. كمان نحن مستعدين نجاوبون على اي سؤال بحبوا يستفسروا عن المشروع. وبعد شغله، لانه هو الابلكيشن بياخذوه بس بيقدموه مع الصور، لازم ينطبع الصور A3، بتقدموا على كمان سي دي مع ديسكربشن على الصوره ومع اسم المصور وكل شيء، بحطوا مع الابلكيشن فورم، يعني مش عايزين هلا يعطوا الابلكيشن، بيقدموا مع الصور. وكله دغري بيبعتوه على الايميل، يعني فيهم يبعثوا لكم كل شيء صور. لا، لازم يكونوا مطبوعين الصور. مطبوعين، يعني مش انه هاي ريز انت مطبوعين مع سي دي فيهم هاي ريز، لنرجع نقدر نعمل كمان معالي التصوير، لانه هذا مش عم بيكون مشروع تصوير بس مسابقه، هي عم تكون مشروع مسابقه، عم بيكون حتى محترفات تصوير عم نعملهم نحن، عم نجيب فوتوغرافرز مره يجوا يعطوا دورات تدريبيه بالتصوير كمان. وعندنا هذا الجمعه كمان وركشوب، وعم بيكون معارض بمنطقه الاشرفيه مثل ما عملنا بالحمراء. كمان كان عندنا 7 معارض بالحمراء، وهلا عندنا كمان بحدود بين 7 و10 معارض بمنطقه الاشرفيه، فالعالم تروح تشوف الصور وتساعد يمكن تختار الصوره الافضل، وبعدين بيرجع بيطلع الكتاب. يعني عم بيكون مشروع تصوير متكامل، مش بس مسابقه تصوير ملتزمين بس انه يصوروا ويقدموا. مشان هيك الصور عم نطلبهم يكونوا مطبوعين مع سي دي، محطوطين بانفلوب مع الديسكربشن صغيره عن الصوره، تنقدر على اساسها لجنه التحكيم تختار. هون كمان بس كنت بدي افرج المشاهدين، هلا شافوا يمكن الكفر، انما بعض الصور من جوا مهضوم كثير، انه في الوان، يعني مبين هون بالاول صوره البلاك اند وايت مثل كانه الصوره القديمه للحمراء، بس جوا اذا واحد بيشوف بيفتح بيشوف كل الصور اللي فيها كثير احمر،
لانه بنعرف انه بس نمرق بشارع شارع الحمراء بالليل بنشوف كله هيك اذا فينا نقول ستوبس تبعوا السيارات اللي من وراء الحمر، وهذا كثير بيعلق براسي انا بالحمراء. عجقه السير بس عجقه سير حلوه. وهون رح نشوف نفرجي المشاهدين هيك بعض الصور. هون بنشوف الالوان.